مساء الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم في فقرتكم الصحية صحتك في الحج. مع اقتراب موسم الحج يتوافد إلى البقاع المقدسة عدد كبير من المسلمين من كل أنحاء المعمورة، والهدف طبيعة الحال هو القيام بهذه الشعيرة الدينية. هذا التجمع الكبير للمسلمين رح يسهل من انتقال بعض الأمراض الوبائية، ولمن السهل انتقالها ما بين الأشخاص سواء عن طريق الهواء أو عن طريق اللمس. وللحد من هذه الأمراض الوبائية فيه بعض التطعيمات الضرورية والواجب قيام بها للحجاج قبل السفر إلى البقاع المقدسة. أول لقاح حبيت نتكلم عليه وهو لقاح ضد التهاب السحايا والمعروف بلامينانجيتا. هذا التلقيح يقدم للحاج أيام قبل السفر، يقدم كل 3 سنوات، عبارة عن حقنة توضع تحت الجلد، لا يمكن تقديمه للأطفال دون سن 2، في حين يمكن تقديمه للمرأة الحامل بدون أي مشكلة. ثاني لقاح أيضا هو جد مهم وهو لقاح الأنفلونزا. تزامن موسم الحج مع فترة انتشار هذا المرض، لتكون غالبا انطلاقا من شهر سبتمبر، يعني بداية فصل الخريف، إلى غاية نهاية فصل الربيع. هذا الشيء يستدعي قيامنا بهذا التلقيح ضد هذا الفيروس اللي هو في تغير دائم كل عام. قيامكم بهذا التطعيمات هي فرصة لكم من أجل تحسين وتصحيح رزنامتكم التلقيحية، يعني أنه فيه بعض اللقاحات ما خديتوهمش من قبل، وهي فرصة لكم الآن باش تاخدوها كلقاح ديتية. تقدم هذه اللقاحات في مراكز متخصصة تدعى بمراكز التلقيح الدولي ونصائح السفر لسنتر دي فاكسيناسيون انترناسيونال اي كونساي فواياج، واللي هي موجودة في المراكز الاستشفائية وبعض الولايات الحدودية. وبالتأكيد حجاجنا الميامين، قيامكم بهذه التطعيمات هي فرصة لكم من أجل حماية أنفسكم، قيامكم بهذه الشعيرة الدينية في أحسن حلة، والعودة إلى أرض الوطن بصحة جيدة. إذا مشاهدينا كان هذا كل شيء فيما يخص موضوعنا لنهار اليوم حول التلقيحات الخاصة بفترة الحج. أتمنى أنكم استفدتوا معنا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.